لا تتوقف معاناة المواطنين في اليمن في تأمين المتطلبات الأدنى للحياة. هناك هم آخر مضاف إلى هموم كثيرة تمتد من الحياة وحتى ما بعد الموت. أوجاع الحياة متعددة وأسباب الموت كثيرة في اليمن، فحين تفقد أسرة أحد أبنائها جراء الحميات أو الأوبئة أو الأمراض المختلفة المنتشرة حاليا، فإنه سيكون أمامها البحث عن حلول لمشكلة أخرى. المعاناة لن تنتهي بالموت، والأحزان لن يكون لها وقت لدى هذه الأسر، لأن على أهل الميت أن يبدأوا رحلة البحث عن قيمة الأكفان التي ارتفعت بشكل كبير من نحو 3000 ريال إلى أكثر من 20000 ريال في محافظة تعز. بعض التجار حاولوا الخروج من دائرة استغلال المواطنين وعلقوا على محلهم لافتات تحمل أسعار الأكفان الرسمية. هذه اللوحة إنها بعد أن حاول التجار لطمعهم وقشعهم أن يرفعوا أسعار الأكفان إلى 24000 ريال. طبعاً نحن قمنا بمتابعة الذي باع الكفن ب 24000 ونزلنا إلى قسم شرطة باب الكبير وتم التحقيق معه بذلك. فتعاون مدير قسم باب الكبير مع عاقل السوق بعمل تسعيرة معينة لأسعار الأكفان الذي هو 6000 ريال للرجال و 8000 أو 7000 للنساء، لأن النساء يأخذ قطعة زيادة. وذا مع العطورة مع الحاجة 9000 كذا ما تجاوز كذا. يا زموم يعني ندلم قيمة كفن 20000 عقبه. 8 × 20000 15 وارب قمه نص طاقة. القبور هي الأخرى شهدت ارتفاعا في أسعارها، فقد يصل سعر القبر الواحد إلى نحو 45000 ريال. القبور كانوا مش غالين مرة، الآن يعني مع هذا المرض كورونا طلع من 45000، والذي معه ميت ايش يعمل به؟ يقدر بالشارع؟ لا، قالوا يسلف يدي وندي، قالوا ايش حق البلوك، حق اللي غربل، حق يعني اللي خليق، يعني اخره 45000. ان اردت العيش عليك ان تكافح، وان اردت الموت ايضا فعليك ان تكافح لتدفع ثمن الخروج من هذه الحياه بتلك القطعه البيضاء والحفره الصغيره.